الحديث يعني عن الكتاب في الجزائر والمعلومة، كما نعلم أنه اليوم المعلومة هي عملة الألفية الثالثة ورمز القوة والبقاء، فمن يملك المعلومات يملك العالم. والجزائر اليوم لابد أن تبني استراتيجياتها نحو مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة من خلال يعني تجسيد وإرساء ثقافة الاطلاع على المعلومة وتوفير المعلومات الحديثة، خاصة أنه اليوم نعيش في عالم متغير جدا ويتأثر بالتكنولوجيا، لأنه التيار التكنولوجي والتيار الرقمي أصبح جد مؤثر اليوم، وكان لزام على مؤسسات المعلومات وعلى رأسها المكتبات المطالعة الرئيسية ومختلف الفاعلين دور النشر أن يبنوا استراتيجية فعالة لتسويق يعني الكتاب من أجل يعني بناء مجتمع يقرأ. احنا ما ناش نحوسوا على كتاب كشكل أو كوعاء، احنا رانا نحوسوا كمعلومة داخل الوعاء هذا. اسكو راح يوصلنا المعلومة، يعطينا المعلومة كما نبغيوها كما نبغيوها احنا، اسكو توصل لأولادنا، توصل وتوصل للفئة اللي نحبوها وبالطريقة اللي حبيناها حنايا وبالطريقة اللي حبيناها حنايا، ونسعوا على الأولياء أنهم يحببوا خاصة الأطفال في القراءة. وأولا بالمكتبات المنزلية، أولا نبدأ بالمكتبات المنزلية، ثم مكتبات رياض الأطفال، ثم نبدأ بالمكتبات المطالعات العمومية، هكا نحببوهم في القراءة ونديروا لهم مهرجانات ونديروا لهم ملتقيات هكا بسيطة مع كيما المهرجان اليوم ما شاء الله، ونزيدوا نديروا لهم ورشات، نحاولوا نحببوهم في القراءة بأي طريقة. الكتاب عبارة عن وثائق مكتوبة باليد، كتبها وأرخها علماء ومؤرخون، ونحن الآن في العصر هذا نستفيد من هذه المعلومات، سواء كانت معلومات ثقافية أو علوم أو في مختلف المجالات، الفلك، الرياضيات. والكتاب في حد ذاته هو كنز ثمين، من الرغم من تطور المعلومات والشبكة العنكبوتية التي توفر معلومات، نعم هي بسرعة وبأقل تكلفة، لكن الشيء الملموس يبقى دائما شيء ثمين، والمعلومة الموجودة في الوثيقة بين يديك هي أثمن وأغلى من تلك المعلومة التي ممكن تكون من مصادر مغلوطة، من مصادر غير موثوقة. لذلك أن الكتاب سيبقى ودوما يحتفظ بمرتبته الأولى في توصيل المعلومة الصحيحة للقارئ. ويبقى الكتاب دائما خير جليس، ولا لأن لا يجب نعتمد فقط على البرامج والإنترنت، ويجب أيضا يبقى الكتاب دائما هو الزاد الأصلي للمطالعة وللثقافة، لأن معظم العلماء كانوا يعتمدوا على القراءة والكتابة والكتاب، وتبقى البرامج الأخرى مثل الإنترنت والشبكات العنكبوتية تبقى شيء يعني زائد في التكنولوجيا، ولكن يبقى دائما الكتاب كما يقال هو خير جليس. قالها الشاعر قديما وهي مستمرة: وخير جليس في الأنام كتاب تلهو به إذا خانك الأحباب. الكتاب لا تعوضه أي شيء آخر. الكتاب يبقى هو الكتاب، وهو ذلك الشيء الذي نشكل معه هذه الحميمية وهذه العلاقة المميزة. أنا أدعو كل الناس، كل المثقفين، كل هذا الجيل الصاعد إلى أن يهتم بهذا الكتاب، بالكتاب الورقي، لأنه من خلاله يعني تبقى المعلومة تصبح حميمية لما يعني نجيبها من الكتاب. الكتاب هو الحاجة التي لن تموت أبدا، رغم هذه الوسائط التكنولوجية المعاصرة الكثيرة، إلا أن الكتاب سيستمر. ربما هي مرحلة نوع من القطيعة مع الكتاب،
ولكن الكتاب أظن أنه سيعود مستقبلا ليحتل المكانة نتاعه في وسط الناس. ننصح بمطالعة الكتب وذلك بدلا من التصفح عن طريق الانترنت، وهذا لأن الانترنت ربما توجد معلومات صحيحة معلومات خاطئة، وبالنسبة لمطالعة الكتب فهي عبارة عن معلومات جلها صحيحة وذات مصادر موثوقة. الزول سقري سنول ايثما ايستما انشنين ذي الدار ثنايا نوديني انتغرا وسا تفسكا اقلان كشم وديني اسهار ننس ذي وثي كل في يذلس وفي يذليس اقلان تحوسن في الاس اسا وذي قيم يذليس نتا قلان يتمودا اموسني يعرم يوديني يميدان على خاطر العباد تروحان غير وديني غير تلفزيون تروحان غير الانترنت وذي قيم ديما يذلس نتا قلان يتمودا اموسني انكني غيميره.